أنا هو مقعد على فتح كان معنا وياي أهنا بعد الصحفيين تا جبل كعوض الجرهان مجلة بورما وحن ورد في عبارين نعم نكح النهاي تعدي جوه ما اللوج يستي وري محمد عبد الرحمن إسماعيل تعدي جلوها مد جردها وح عضين الوهن سلم ركع الدولدو أي دولدو عضين العين أكو قصتي ورقو قري وركاس لسه مو قرن ور لسوح بحوها لسوح حجريبها عمل لسوح لسوح تجيبها مركا محمد تعدي قلوب يستي تعدي كرد عيماهن هرد قبل كعوض القرد عيماهن تعدي حنا الصحفيين تا لوب يستي بها تعدي الصحف هر لوب يستي ماي مركا آدي أدبنا عم بارنا محمد نوح أو كم ورياش وقفر فرعون isagu falalka oo kale aan ku kicin buu ahaa sidoo kale maxamed shalay toole xaaladiisa caafimaad oo aad u ildarnayd waxa loola cararay isbitaalka hargeysa si wax loo qabto xaaladiisa caafimaad runtii waxaan ku xunahay in la gudbiyo sababtoo ah xaaladiisu aad ayuu xumeyn waxaan u cambaareynaynaa dawladda saxafiyiinta sida arxantarada u galaysa ula dhaqmaysa السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يوم ما قاعد أقولي على تأسيس برين عبد الله كنا هاليا ما قاعد عشان كذا وركا إيه بورنيوس وأنت واحد آدي أنا واحد ما يتعدي جو وقتنا ضد حكومة ضد أما مسؤوليته جو القاضي لا يكون كعيا بهذا ورياشة كان قرر قبل هذا أول يصير خاصة ما قاعد هذا بورن. كنت أنا واحد ما أركاوني سمينا في علاه بحنا سلام ركنا واحد لو قولي أو بربجيلة ده يبقى تحنو قوريا كنت واحد مرة كاون مسؤولين تقبل كا فلان كان كلك عيورياشة نمو يصدق قصلي سوري جل قري وكنت مرة كا أديا دون واحد ناي واحد علينا هاي وإن حقوق ده لنا ورا هذه أتجرم ويدين إن ورياش ويقدم هي هذه أتفهمتن مياد وهذا هذا شان وصل الحق على شرتن ساعة تقولين يوحى وحرس كبرش يا قري دبدي كنت واحد الله إنتارك كسر نقطة ويصدق قصلي سوري جل قادم إنسان كنت هو قادمين أو قاتل ويسبيه بسلام عليكم ورحمة الله عليا حسين هذا إبراهيم السماري كل هون كذا صحفتكم الكعوضك شبكة دورك يقولي هذاكم ما في ذكاء ده إنه حد هذا واحد معي تعدي قالوا جيستي يقولي محمد عبد الرحمن السماري وكهون كذا صحبها بها صحفتكم الكعوضك إنه شخص شبكة دورك يسولنا ديوس يقولي هذا بنا واحد معي كهذا الأرضي كهذا اللي يدورتو سووا بدو الله سبحانه وتعالى كحنا سلك هذا حي أظن الله بدو أفضل رمضان كوتشي أخترت جودة بجد بدو بدو رضا حالات الجيوب لنا إن كان الله قال إن قال حق جسم وحن قاعد صير المسلمين تقول قاضي إن كحالة عرنت مبيعها ما قاعد وسؤال كان قال لي أنا وقع الله ما قاعد بحر الصحافة قبل الله أول يسلم كنا الله يا ما قاعد حبلها إن صحفيين قبل كا كنا هاو قال شبكة من إكس نيوز وحن آذ وحما هاي وريا محمد بلات اللو جيستي اللو جيستي سالي قرد حي مقالة بورما إن رمحان تينا هاي الارهن قيرا لي او آذ لو وحما دو هنا ويلير او دل يرا إن ارهن تفال انتا لأك لو لقرا آن ولي بلغان حد لينين حالة ديسونا اي تاي مد آذ وليدة تو آذ ويندري هاي لونا قادي مقالة هر جيسا رمحان تي وا ارهن لغم بلغوطا لغان حما دو إن وحن فيلي لنا ما ها إلي مشيدي تقوم بقلوك عن ورياشا إن فرال تاين كاسو كلا هادي وريه وخدمه وفر جيسته إنا نقول هذا يا كبر بندينا لديلو وجديلو جيسته ولا نجرسيا نفرق ونكسر كهبنين رنتي وحلا هو أرنا كحن هو أنا عم بارين إن وحلا هسيد دجا إني وحلا مسؤولين تقبلكو أرنت أنا أرنت دجا كسر صاران إن وحنا نلا هي وبريا محمد وريا محمد إنه لا هي عافية ونسوعلي عفمات كيسي وسلام عليكم. أنا جو محمد عوام كتر سن صعب تقوى كعوض واحد هذا واحد من هاي إنك صرف لي لجدلي إيه محمد هذا واحد مش هيك أنا كل يوم شورت ولا قصر ليه بس بنت قبر كا يكون تدمر وحنا ليه هاي إذا عافيو هوا شو عنو هاي ستة دي واحد ولا قطع بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو رسمي أصل كوميونيتي كولج أهنا معاني كمان معلمين الصحافة كديجا قبل كأول محملنا وها أرض جيجا وحن آد وحما هاي وين التيريون يا وين مرغيسنا هاي بنت لوجيستي أرض جيجي محملها
أهانا إلما هاي جي أكو فاني رم هانتي محمدنا أها ميت كاملة أرضي الغروف الفرعون كهو كشا شبكة سبولاها نيوز دوت كوم محمدنا يا هاي ninkii kali ha tee ee raaci jiray barasaabka magaalada Boorama had iyo jeer meel kasto war ka soo du oo barnaamij ka soo qabanayo meel kasto tagayna barasaabka magaalada Boorama raaci jiray abjoo jiray waxaa ee maxamed oo markii la soo xiray lagu soo eedeeyay faw uu na isoo geysan oo ah in shabakad kale war ka soo dhigatay kadibna nolol dhaqtarka magaalada Boorama loo keenay cabaara soo barqadii arrimo isaga oo aad u xanuunsanaya oo sakaraad oo xaaladiisu aad u daran tahay محمد waxaan leenahay dowlad waxaan sheegaynaa sad afar bal kuma jirto xilka ama reerin kuma jirto sports kan ninka ay kuma jiro inuu cid iyo dhinac noqdo waa dhalixaan dhaqtar kuma jiro inuu cid iyo cid noqdo waa dhalixaan fanaanku waa la mid saxafiguna waa la mid intaasi waa baxwadaag isla socota oona cidna ku jirin farax loo geysanayo iyo xaaliga loo geysanaya oo wax laga fiirsado had iyo jeer laguna tirtirin waxaanan baaq u dirayaa baaxda saxaafadda meel kasta joogto haddii hargeysa joogto iyo hadday soomaaliya meesha u fog joogtana waxaan leeyahay mid ka mid walaalnihiina weeyaan inagu waxaan isku irahdaa reer saxaafadeed baa isku irahdaa walaalaanahay maanta wuxuu nila joogaa baaxda saxaafadda ee reer hargeysa hargeysu yarkaasi joogaa maxamed baa la irahdaa dhakhtarka hargeysu yaalaa dee mas-uuliyaddiisa iyo wixii aad qaban lahaydeen iniga ayaan idinka fadhiyaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi حسن عيسى تلفزيون جيل فرنسا على كتر سن حنا دي روح ما هي محمد عبد الرحمن اسماعيل او كمدها صحفيين تقول قبل قبل قال حنا صور قادها تبقى هذا بدل عدي تاسي او اه جدي لوغو جيستي خلي كده بورما مدافع عشان هلك اسوي بجري كديمنا افر مع الموضة كلنا نختار بورما بجري حتى انا الوقت عدي سوتال كوين هرجيزة runtiina natiijada kama dambaystaasi wuxuu u gaadheen ay soo saari doonaan khatir waxa runtii qofku waa la xiri karaa oo qofna sharciga kama sarreeyo ama madax qofku ha ahaado ama shicib ha ahaado ama askari ha ahaado qof walba khalad waa samayn karaa waana la xiri karaa laakiin waxaan meesha qabanin oo aan meesha ku tirin qofka in la jirdilo oo la toorjar gareeyo oo maxaan ku irahdaa dhibaatooyin loo geysto dhibaatada say doontaba ha ku timaado mar hadduu qofku maxruus yahay waxna lagu soo eedeeyey waxay yidhaahdaan dadka maaragtay qaanuunka aad lagu yaqaanaa qofka la soo eedeeyey beri buu dembiga ka yahay ilaa inta lagaga cadaynayo marka iyadoo qofka hataa haddii dembiga lagu cadeeyo xukunno kale qaadan kartaa laakiin ma qaadan karayn qofka maaragtay loola dhaqmo si aan xayawaanka xataa loola dhaqmo runaanta arrintaasina mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada iyo kuwa nabadgelyada u qaabilsanba cidina cadaaladda kama sarreysa cidina qaanuunka kama sarreysa waa in baadhitaan saxa lagu sameeyaa ciddii falkaa geysatana sharciga la horkeenaa haddii kale da waxay noqonaysaa u markaa oo qof waliba sharciga gacanta iskaga qaato siduu doono uu yeelo inay kala dambayntii iyo maxaan ku idhaahdaa nidaamkii iyo nabadgelyadiiba dhibaato markaa ay soo gaadhaan waxaa dadku ay ku nool yihiin ee lagu nabadgelayaan waxa weeyaan qawaaniinta iyo xeerarka aan dhiganay inaan ixtiraamno ama madaxaan ahaano ama mijaan ahaano midkan doonabaan ahaanay haday taasi meesha ka baxdana dhibaatadeeda ay leedahay ilaahayna subxaana watacaala waxaan uga rajaynaynaa maxamed inuu caafiyo dhibaatadaasina uu ka soo kabto wasalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa axmed faarax bakhad waxaan ahay saxiif xabsa saxiifiyiinta gobolka awdan kana hawlka shirkada Boorama online run ahaantii saaxiibkay maxamed cabdiraxmaan ismaaciil aada baan uga xumahay maxaan dhahay falkaa ii gaadhay manaan eegayn laakiin wax ilaahay qadaray waxaan odhan lahaa mas-uuliyiinta gobolka inay ka hadlaan baan odhan lahaa anigoo ku celcelinaya arrintaas maadaama uu dhowr cisho ay maxaan dhahay ku xirnaa stationka haddana loo geystay jirdil culus loo geeyey imika waxaan odhan lahaa inay ka hadlaan mas-uuliyiinta gobolku aan odhan lahaa asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو كوه الليا مرعى صوفين تقول الكهرباء وهم أنت هلا كجها بينا وريها محمد عبد الله سلام كان له ما نوتك عندنا سلك الحين مجال البورما
taasoo sheegay dhaawacyo kaga soo gaaray cusbitaal xabsiga dhexdiisa loo geeyey cusbitaalka iyadoo waxa weyaan horta waan xambaaraynna xarigga wareyahaasi sifaha loo xidhay iyo arrintiisa sababta waxa weeye baarista marka la samaynayo iyo qofka waxaa loo soo jaraa waaran sida sharciga sheegayo iyadoo sifihii sharciga loo marin oo la xidhay ayaa haddana wiilka nabarro loogu geystay xabsiga dhexdiisa arrintaasi oo aan haboonayn islamarkaana ka baxsan xuquuqul insaanka iyo dhowrista qofka shaqsigaa xorriyadiisa iyo inaan jirtin lagu sameyn arrintaas waxaan u leenahay waa mid xadgudba xuquuqdiisa inay lagu xadgudbay islamarkaasina aan haboonayn waxaan u soo jeedin laamaha amniga iyo maxkamadaha riiska ninkaas si degdega xorriyadiisa loogu soo celiyo ciddii waxaa u geysateen ay mas-uuliyiinta ciidamada booliisku tallaabo ka qaadaan waayo qofka waa la xidhi karaa cabsiga waa la geyn karaa dacwad waa lagu soo dogi karaa laakiin si in jirdeg loo geysto ma dhowaan waxaan la kulannay oo halkan boorama noogin guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somaliland ee soja waxaan ka wada hadalay arrimaha xadhigka faraha badan ee kusoo noqnoqonaya weliyaasha gobolka nawdal gaar ahaan magaalada boorama taasoo inta badan ay iska hor yimaadaan guddoomiyaha waxa aanu isla garanay in ka suxufi ka urur suxufiyiin ahaan yacnii suxufiyiinta ay ku midoobaan dalladaasi iyadoo markaa arrimahaasi ku jirno oo sidii wada shaqayn iyo isfaham looga dhalin lahaa mas-uuliyiinta maamulka dowladda iyo weriyaasha oo inta badan isku dhaca ay isugu dhacaan si aqoon darro ka timaada labada dhinacba dhinaca weriyaasha iyo dhinaca mas-uuliyiinta dowladda taa markaa annagoo ku guda jirna in haddana waxyaabaha noocani ay yimaadaan maaha wiilkan weriyaha ay maanta xidhana waa nin kameramaana maaha nin websaytada ku qora laakiinse waa nin websaytka isagoha meelaha kusoo duuba taasina waxa weeyaan yacni nin wax qoray iyo nin kameramaana in laisku qaldo maha marka intaasaan usoo jeedinaa si degdegan xorriyadiisii shaqsigaa lagu soo celiyaa.